الشيخ من أخذ من أذن ليأخذ الأجر. هنا. يعني قصد الأذان للأجر فقط. أجر المال يعني المال. أول ما يجب أن نعلم من أذن ليأخذ الأجر. يجب أن نعلم أن ما تعطيه الحكومة من المكافآت للأئمة والمؤذنين ليس بأجرة، ولكنه عطاء من بيت المال لمن قام بنصحة من مصالح المسلمين كالمدرسين والأئمة والمؤذنين والقضاة والأمراء وما أشبه. واضح؟ فليس هذا من باب الأجرة حتى نقول إن الأجرة على القرب لا يجوز، لا تجوز، بل هو من باب العطاء من بيت المال لمن قام بهذا الوظيفة. ولكن يبقى النظر فيما سألت، هل يجوز للمؤذن أو الإمام أن يقول أنا أؤذن لأجل الراتب أو أؤم الناس لأجل الراتب؟ الجواب نقول لا، لا تنوي هذه النية، هذه النية تحبط عمله، تحبط عمله، ولا يكون لك أجر من الأذان ولا أجر من الإمامة ولا أجر من القضاء ولا أجر من التدريس. إنه أنك تدرس وأنك تقبل ما يأتي من الحكومة من الراتب لتستعين به على أمور حياتك، فإذا فعلت ذلك فإن الراتب لا يفوتك والنية الصالحة تبقى لك. ولكن قد يغلب الشيطان بني آدم ويقول أؤذن لأجل هذا العطاء، يدرس لأجل هذا العطاء. فهذا قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله: إن من عمل العبادة لأجل المال فليس له في الآخرة من خلاق، بل ما له في الآخرة، وصدق، لأنه تقاضى أجره في الدنيا. فمن ينبغي أن ندعو الناس إلى تصحيح النية.